والله ما انا عارفه اشكرك ازاي يا حسام بيه على انك وظفت احمد عندك في الشركه. ولا كلمة زيادة وإلا أزعل منك، مش دول زي أولادي برضه ولا إيه؟ ربنا يخلي لك ابنك وتفرح بيه. اسمعيني يا أصيلة قبل الناس ما تيجي. نعم يا ست الكل. مساء الخير يا بعض. مساء النور يا حبيبتي. ازيك ازاي حضرتك يا عمر؟ أنا كويس، مش ناقصني إلا إنك تخلصي بقى علشان أدور لك على وظيفة شيك. هانت إن شاء الله. تحبوا تشربوا إيه؟ لا، نستنى نشرب الشربات مع أهل العروسة. طيب بقى بعد إذنك. اتفضلي يا حبيبتي. شوفي يا أصيلة، بعد ما يتفقوا على ميعاد الفرح تقولي لهم إن إحنا هنعمل حفلة صغيرة كده على الضيق. والحفلة إن شاء الله هنعملها في الفيلا عندنا. يجعلوا عامر يا رب. أهلاً وسهلاً. مساء الخير. أهلاً وسهلاً بحضرتك. أهلاً يا فندم. أهلاً يا أستاذ. يا صحتك. اتفضلي اتفضلي يا فندم. اتفضلي اتفضلي حضرتك. اتفضلي. مساء الخير. مساء النور. أهلاً وسهلاً. أهلاً. اتفضلي. الأستاذ حسام اللي كلمت حضرتك عنه ومدام نهى مراته وياسمين بنت أختها. تشرفنا بمعرفة حضرتك. ده شرف لينا يا فندم. اتفضل. الحقيقة خالد كلمني عن سعادتك كلام لو سمعته تحس قد ايه غلاوتك عنده. ما هو خالد ده زي ابني بالظبط. انعم واكرم. امال فين العروسه؟ في بيتها طبعا. مساء الخير. احمد اخويا، عمر اخويا الصغير، وسوسن اختي الوحيده. لا وحيده ازاي بقى؟ ما هيبقى لها اخت قريب ان شاء الله. طبعا يا عم. مش ملاحظ يا خالد انك نسيت تعرفه بان انا امك؟ وانت محتاجه حد يعرفك بينا يا استمو خالد. كتر خيرك يا اختي. حساسة قوي. هي عايزة تعيش معانا؟ يا ريت ترضى. يعني ايه؟ ما ترضاش ابدا لا تسيب بيتها ولا اخواتي. طيب ما هو البيت بيتها في اي وقت طبعا. تسلمي لي. في حاجة تانية عايز تقولها يا خالد؟ نعم. في حاجة تانية عايز تقولها؟ عايز اقولك ان انا مبسوط قوي وسعيد جدا.
ايوه 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 والعرسان. جبت لك يا حبيب ماما فطيرتين سخنين ومعاهم شويه عسل وحتتين قشطه اللي تستاهل بقك وما تستكش في الجرايد اهي. طب اعمل فيك ايه بس؟ ما انا ما اقدرش احبك اكتر من كده. حبيتك العافيه يا روح ماما. ربنا يخليكي ليا. يلا عشان تفطر. وانتي معانا. اهلا 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 وسهلا يا طنط. اهلا بست العرايس. شايفه ماما بقى جايبه لنا ايه علشان نفطر؟ يا تعبه نفسك كده ليه؟ وبدري كده وبعدين ماما مليلنا التلاجه. ومالي يا اختي، التلاجه حاجه والاكل اللي انا جايباه حاجه تانيه، ده فطير وعسل وقشطه عشان يبقى ايامكم كلها عسل في قشطه. يلا فوتكوا بعافيه. لا يا ست الكل، انت هتقعدي وهتفطري معانا كمان. ما ينفعش يا حضره الظابط، حضرتك فاهم في الاصول كويس قوي، ما حدش يفطر مع العروسه والعريس كده يبقى زي العزول. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تاكلوه بألف هنه وشفه مطرح ما يسر يمي يا رب. ربنا يخليك. كل الحاجات دي اصلي اخاف بعدين ادخل. لا النهارده اجازه من الرجيم. يلا بقى علشان تاكلي عسل يا احلى من العسل. انت بسم الله 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 ده لسه سخن. وعسل ابيض وعسل اسود وشويه قشطه يستاهل بقك. يلا حبيبتي. بشكل ناس عايشه بصحيح. لا 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 فوقي يا حبيبتي، مش حلو ده. هو ايه اللي مش حلو يا خالي؟ بقى الدنيا الجميله اللي احنا كنا فيها ولا عيشتنا دي؟ طب وايه بقى المطلوب مني يا حبيبتي؟ اعيشك زيهم ولا ايه؟ لا وليه لا؟ انا قصدي يا خلود، ليه الواحد ما يتمناش ويحلم؟ هو الحلم حرام؟ وانا رايي بقى تخش تنامي علشان تلحقي تكملي الحلم. انا اكيد هحلم. ايه يا ضحى؟ لا يا حبيبتي مش هقدر اجي دلوقتي. في ايه؟ فرح ايه بس؟ مش انا قلت لك روحي انت ومامتك؟ انا عندي نبطشيه. ايوه ماما معايا وهتيجي طبعا. طيب طيب فين الفلوس اللي هشتري بيها الهديه اللي هنقدمها؟ مفيش يا ضحى مفيش. سلام. قفل السكه وشي. طبعا يقفل السكة في وشك. ما هو لو بيعمل لك حساب ما كانش عامل معاكي كده. لقوا ايه؟ ابوكي مدلعه على الاخر. خالد ده راجل ما فيش زيه.